في حياة الأمم والشعوب لحظات ومواقف لا تنسى، غيرت مجرى الأحداث وفرضت نفسها على صفحات التاريخ، نستلهم منها لبناء حاضرنا وصنع مستقبلنا، لتبقى دائما حاضرة في ذاكرة الأمة. في 7 يناير عام 1949 وافقت مصر على الدخول في مفاوضات هدنة مع إسرائيل بعد حرب عام 48، وتم التوقيع على الاتفاقية في 24 من فبراير عام 49 بتوسط من الأمم المتحدة بين كل من مصر، الأردن، سوريا ولبنان من جانب، وإسرائيل من جانب آخر. وقد تضمنت الاتفاقية في مادتها السابعة تحديد مناطق يتم تخفيض عدد القوات فيها بين الطرفين، فيما حددت المادة الثامنة مناطق معزولة السلاح. ولكن الغريب أن إسرائيل نفسها لم تلتزم بها وقامت بخرقها حينما قامت بالعدوان على غزة في مارس من العام ذاته، بل انهارت وفشلت الاتفاقية حينما قامت بالعدوان على مصر في يونيو عام 56. في 8 يناير عام 1962 شهدت مصر أول تجربة بدأتها وزارة الثقافة في ريف مصر، فبعد أن قامت الدولة بإنشاء قصور الثقافة في المحافظات زود كل قصر بقافلة تمر بكل قرية، وقد زودت القافلة بمكتبة ومعرض للفنون التشكيلية وأجهزة للسينما والإذاعة ومكبرات للصوت، وذلك حرصا من الدولة على أن ينال أهل القرى نصيبهم من الثقافة ومتعة القراءة. في 7 يناير عام 1963 قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بزيارة المدينة الذرية بأنشاص، ورافقه في الزيارة أعضاء مجلس الرئاسة ووزير البحث العلمي والعلماء المصريون الذين يعملون بمختلف الأقسام، حيث قام بزيارة معمل الطبيعة النووي وشاهد تجارب في مختلف أوجه البحث. كما افتتح الرئيس معمل الكيمياء النووية واستمع إلى شرح من رئيس المعمل فيما يخص أهمية وعمل كل جهاز من الأجهزة. في 4 يناير عام 1971 قام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بزيارة لمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، شهد مقتنياته التي كان يزيد عمرها على 700 عام، فقد كان الرئيس السادات من رواد المسجد البدوي، حيث كانت له صداقات مع إمام وخطيب المسجد، والذي كان يحضر معه الشيخ النقشبندي الذي بشر السادات بالنصر على الأعداء
في ختام هذه الزيارة. عقارب الساعة لا تتوقف، ليمر الزمان ويتغير الواقع، لكن تبقى هناك لحظات حاسمة تظل حاضرة في ذاكرة الأمة.